أكد رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة اللواء صغير بن عزيز أكد الانتهاء من الاجتماع الثاني على متن السفينة الأممية في عرض البحر بعد التوافق على عدة نقاط. وأوضح بن عزيز أن الطرفين اتفقا على مراجعة وإعادة تصحيح مفهوم المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار التي نفذتها ميليشيا الحوثي بشكل أحادي، بالإضافة إلى مراجعة مفهوم العمليات الخاصة بالمرحلة الثانية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف أو نتناول هذا الموضوع لنناقشه في محورين: أهمية توصل الطرفين إلى اتفاق وإحراز تقدم في ملف الحديدة، وكيف يمكن ضمان تنفيذ ما اتفق عليه وتجاوز التحديات الراهنة. نبدأ النقاش مع ضيوفي، ولكن بعد أن نشاهد سويا هذا التقرير. الحديدة المحافظة العالقة بين بنود الاتفاقات الأممية والمعاناة الإنسانية المستمرة، يبدو أنها هذه المرة تتقدم خطوات باتجاه إنجاح الاتفاقات الأممية الرامية لإرساء السلام ووقف إطلاق النار. هذا ما تقوله أخبار اجتماع السفينة الأممية في عرض المياه الدولية التي تشير إلى تحقيق اختراق في جدار اتفاق ستوكهولم وتحديدا ملف الحديدة. تم مراجعة وإعادة تصحيح المسار لمفهوم المرحلة الأولى التي حصل فيها أخطاء من قبل الميليشيات الحوثية. اتفاق بين وفدي الشرعية وميليشيا الحوثي بإشراف رئيس بعثة المراقبين الأمميين الفريق مايكل لوليسغارد على مراجعة وإعادة تصحيح المسار لمفهوم المرحلة الأولى، وهي الخطوة الأحادية الجانب التي اتخذتها الميليشيا بإعادة الانتشار من الموانئ وتسليمها لقوات أخرى موالية لها بإشراف أممي. مراجعة وتصحيح مسار المرحلة الأولى خطوة ربما تدفع بتقدم الأطراف وتعكس شيئا من الجدية ما من شأنه إزاحة التحديات والصعوبات من طريق التقدم باتجاه المرحلة الثانية، سيما وأن الأطراف اتفقت أيضا على مراجعة مفهوم عمليات المرحلة الثانية من عملية الانتشار. تقدم في الحديدة بالتزامن مع زيارة قصيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى صنعاء، التقى خلالها قيادة ميليشيا الحوثي بعد أن التقى الرئيس هادي في الرياض وبحث معه ملفات الحديدة والأسرى وعملية السلام في اليمن. تقدم محفوف بالمخاطر في ظل استمرار خروقات الحوثيين في الميدان واستمرار استهدافهم للمدنيين ومنعهم عقد اجتماع اللجان الأممية على الأرض. مستقبل لا يزال غامضا مع عدم تزمين مرحلة ما اتفق عليه. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش وأرحب بضيفه الصحفي بسيم الجناني. سيد بسيم مساء الخير. مساء الخير أخي، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد بسيم. إذن يعني كصحفي ومتابع لما يحدث وللعملية السياسية في اليمن، و كأحد أبناء محافظة الحديدة التي يعني بني الاتفاق أو أسس الاتفاق بشأنها، يعني ما أهمية ما حدث من تقدم في اجتماع لجان إعادة الانتشار؟ نعم أخي، طبعا النقطة التي يتحدث فيها الجميع عن من أنها تحرز التقدم هي نقطة ليست كانت ضمن نقاط اتفاق ستوكهولم. اتفاق ستوكهولم تلقائيا كان عندما تم الاتفاق عليه يتم وقف إطلاق النار حتى يتم تنفيذ النقاط المنصوص عليها في الاتفاق، لكن مع شدة الخروقات التي حصلت في الفترة الماضية منذ انتهاء المشاورات في السويد لم يلتزم الحوثي بهذا الاتفاق، وكانت الخروقات بشكل يومي، هناك اشتباكات كانت مستمرة، فطرح في اللقاء الأخير هذا على أن هناك مبادرة أممية أو مقترح أممي لوقف إطلاق النار، لكن تظل هناك نقاط ثابتة كانت يتم التشاور عليها، من ضمنها إعادة الانتشار في الموانئ، موانئ الحديدة وميناء الصليب، ولكن للأسف لم يحرز أي تقدم فيها يذكر. الآن الخلاف على النقطة التي تليها، وهي النقطة التي تلي موضوع الاتفاق أو إعادة الانتشار في الموانئ، وهي من سيدير السلطة المحلية سواء على المستوى الأمني، على المستوى الإداري، على المستوى المالي. هذه هي ايضا نقاط الخلاف التي ما زالت. طيب جميل، يعني افهم منك انه التخوف هو من المرحله الثانيه، بمعنى يعني هل يمكن القول اليوم ان المرحله الاولى سيتم اعاده النظر فيها وستنجز
بالفعل يعني نعم. باعتقادك هل سيتراجع نعم. الحوثيون عن خطوة إعادة الانتشار الأحادية التي نفذوها سابقا؟ نعم، الخطوة الأولى لا يزال هناك طلب من الوفد الحكومي بإعادة تقييمها والمراقبة عن كثب عن مدى سلامة تنفيذ النقطة الأولى، خاصة فيما يتعلق بما يسمى بمسرحية إعادة الانتشار سواء كان في ميناء الصليط أو في ميناء الحديدة. تتوقع أن الحوثيون سيتراجعون عن هذه الخطوة؟ هو ما يطرح حاليا، يعني لأنه لم يكن هناك تنفيذ بحسب الاتفاق، لأن عندما يتم تنفيذ هذه الخطوة يكون هناك تقييم ومراقبة من قبل كافة الأطراف المشتركة في التنفيذ، خاصة من الفريق الحكومي أو ما يظهر من ضباط الارتباط في هذا الجانب، لكن التنفيذ كان أحادي الجانب، وللأسف كانت هناك مباركة أممية بشكل هزلي، وهو ما يثير عن خلاف هناك. نعم، إذن يعني سيد بسيم، كلا الطرفين يتحدث اليوم بإيجابية عالية في مسألة ما حدث مؤخرا من تفاهمات، وبالتالي يعني أنتم كأبناء محافظة الحديدة وأيضا يعني متابع للوضع عن كثب، يعني هل وجدتم بوادر حسن نية مسبقة أو يعني في مسألة خطوط التماس، يعني هل هدأت الأوضاع خلال اليومين السابقة وخلال اليوم ما بعد هذا الاتفاق؟ بالتالي نستطيع نقول أن بالفعل كلا الطرفين يعني يحمل نوايا سليمة وسيتوصلون إلى حل. نعم أخي، هو تفاؤل يعكس نوع ما من المرونة في التصريحات. هناك نوع ما اتفاق مبدئي على موضوع الوقف تنفيذ إطلاق النار حسب المبادرة الأممية، يقدر الإشارة هنا إلى أنه هذه المبادرة اتفق عليها الطرفان فعلا في هذا، وهي أول نقطة يتفق عليها الطرفان من بدء المشاورات بإجماع الطرفين، خاصة أن لوليس جارد طرح المقترح بناء على توصية أممية. لكن على أرض الواقع هناك أيضا فروقات ما زالت مستمرة، والاشتباكات إلى حد أمس كانت هناك عمليات تسلل، عمليات اشتباكات، القذائف ما زالت تطلق. أعتقد بأنه سبق وقلنا بأنه الفصيل السياسي الذي يشارك في المشاورات ويمثل الحوثيين لا يعكس ما يقام على أرض الواقع من القيادة الميدانية، وخاصة أن هناك تصريحات أيضا من قيادات ميدانية بأن هذه المشاورات لا تعنيهم، وأن أي اتفاقات ليسوا طرف فيها بشكل أساسي. هناك خروقات مستمرة للأسف. هناك أيضا نقطة مهمة جدا كانت وما زالت قيدا الطرح في موضوع المشاورات هذه، وهي موضوع الانسحاب إلى ما بعد نقاط التماس الموجودين حاليا. هذه النقطة أعتقد أنها صعبة جدا، خاصة مع التمترس بشكل كبير جدا الطرفين، ومزيد من حفر الخنادق وزرع الألغام الحوثيين بشكل كبير جدا، خاصة مع حتى ما بعد تنفيذ الاتفاق. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي بسيم الجناني، وأرحب بضيفي من الرياض المحلل العسكري سيد عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز مساء الخير. أسعد الله مساءك، وتحية لك ولضيوفك الكرام ولكافة المشاهدين. أهلا بك سيد عبد العزيز. يعني عودة للتحركات الأممية لإحياء اتفاق السويد بعد توقف دام 4 أشهر، يعني ما الذي استجد في المشهد ل تعود الأطراف للمشاورات وبهذه الإيجابية الواضحة من كلا الطرفين هذه المرة؟ هو حتى الآن لا توجد أي إيجابية، وإنما أنه لا، نحن نقصد هنا سيد عبد العزيز عفوا، يعني لكي أوضح هذه النقطة، كان هناك أيضا يعني عندما يجتمعون ويصرحون باتفاقات معينة، نأتي أثناء الاتفاق أو أثناء ما ينتهي الاتفاق نجد أنهم يخرجون ليصرحون لوسائل الإعلام أو يكتبون بتراشق واضح. اليوم يعني لم نجد هذا الشيء، وبالتالي نتساءل هل بالفعل يعني هناك حسن نية من كلا الطرفين؟ بالنسبة للشرعية هناك حسن نية وما بعد حسن النية، لكن بالنسبة للحوثي هو مجرد يماطل ويراهن على الوقت، يعني الانهيار، حتى هو يراهن بانهيار جبهة الساحل كاملة، انهيار عسكري أو تتلاشى من نفسها، الحوثي يراهن على هذا. أما قضية التصريحات الإيجابية فغالبا ما تكون بعد أي فترة اجتماعات، يعني تقودها الأمم المتحدة في أي مكان في العالم
اذا في اول اجتماع او عندما تنقطع الاجتماعات يخرج كل الاطراف يعني بتصريحات ايجابيه. انا اتكلم بشكل عام على مستوى العالم. الان لو لاحظنا عاد الى نقطه الصفر وهي نقطه ما هي القوات الامن التي سوف تحكم الحديده. الحقيقه من نافله القول وسبقنا قلنا وكررنا والجميع يقول ان اتفاق الحديده هو ذريه، وبالتالي مندوب الامم المتحده يسعى الى تحقيق انجاز شخصي له بانجاز اتفاق سلام في الحديده على الاقل، وسوف يكون هذا مدخل يعني لبقيه مناطق اليمن. لكن في الحقيقه ان الحوثي لحظه يا اخي الكريم انتظر، لكن في الحقيقه ان الحوثي كان سوف يخسر عسكريا والان انتصر سياسيا، وجبهه الساحل عما قريب ستطوى صفحتها بالكامل. الحوثي الان يهاجم يعني يهاجم من في منطقه الخوص الخوخه في الجاح في هذه المناطق، وفي اي لحظه قد يستطيع اختراق الطريق الساحلي، وبالتالي يجعل القوات المتقدمه الى الحديده بين فكي كماشه. اثق يا اخي الكريم ان الحوثي الان لن ينسحب من الحديده، سوف يدخلوا في نفس الاشكاليه او الجدل البيزنطي، الدجاجه من البيضاء ام البيضاء من الدجاجه. الذي سوف يجري سوف يعودوا الان الى المرحله الاولى والى نقطه الصفر، كان اتفاق السويد تم توقيعها اليوم على عاده الانتشار او تحقيق البند الاول، وبالتالي سوف نعود الى هذا الجدل. نعم. طيب سيد عبد العزيز، يعني اليوم البعض يتحدث او الكثير يتحدث عن المرحله الثانيه، يعني ما الضامن لتنفيذها وتزمينها بحيث أنها تنفذ بشكل فعلي؟ يعني ذهب الحديث إلى المرحلة الثانية وكأن المرحلة الأولى باتت يعني محسومة، أو أنه توجد حسن نية كبيرة في تنفيذها من قبل الحوثي. يعني هل تتوقعون أن الحوثي بالفعل هذه المرة عازم على إنفاذ أو تنفيذ المرحلة الأولى بالانسحاب وترك الأمم المتحدة هي من تنفذ هذا الاتفاق؟ السؤال ما هي المرحلة الثانية؟ لن يتم تطبيق مرحلة ثانية أو ثالثة إلا إذا تحققت المرحلة الأولى. الحقيقة الاتفاق ولد ميتا، وسوف نستمر فقط في محاولة نفخ الروح في هذا الجنين الميت. حقيقة لن يحدث أي شيء. أنا أقول لك بعيدا عن التحليل، ليس هناك أي شيء. سوف نعود من هي القوات الأمنية التي سوف تحفظ الأمن في الحديدة. ما هي القوات الأمنية أو من هي القوات الأمنية التي سوف تشرف على المناء؟ أيعقل أن هذا الأمر لم يحسم في هذا الاجتماع؟ ولن يحسم. هي الدجاجة من البيضاء، من البيضاء من الدجاجة، لأن كل واحد فسر هذا البند وفقا لمفهومه، لأنهم قالوا تديرها قوات محلية. لنجاح المرحلة الأولى انسحاب كافة الأطراف من محيط الحديدة داخل الحديدة ومن الميناء، وتدخل قوات امميه، قوات سلام امميه. الحديده الان يا سيدي مفخخه بالكامل في حاله اي هجوم عسكري. الان الحسم العسكري في الحديده مستحيل، والشرعيه الان تدرك انه الان شبه مستحيل، ولن تتحرر الحديده الا بابادتها وتدميرها، فلن يجد المنتصر على ماذا يحتفل. الحقيقه ان القضيه قضيه مراوغة ومداهنة. للأسف الشديد الحوثي لديه أكثر من خيار، بل لديه الخيار العسكري وخيار المفاوضات والمداهنة، لكن الشرعية لم يعد لديها خيار آخر سوى اللجوء إلى المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات. لم يعد لدى الشرعية شيء تملكه، لم يعد لديها الورقة العسكرية، خصوصا مع سحب بعض من قوات العمالقة، وهذه القوات هي كانت الركيزة الأساسية لجبهة الساحل الغربي. قوات العمالقة الآن تقاتل في البيضاء في جبهة الزهر، وجزء من القوات يدافع عن الضالع، إضافة إلى انسحاب جزئي أو شكلي أو عادة انشان القوات الإماراتية، وهي كانت الدينامو والمحرك الرئيسي لهذه الجبهة. فالذي أرى الذي سوف يحدث، دعك من التحليل، الذي سوف يحدث سوف نستمر في المفاوضات إلى أن تنهار جبهة الساحل الغربي حق الحديدة التابعة للشرعية، ثم تنتهي قضية الحديدة نهائيا.
حاليا ليس لدينا ليس لدى الجانب الحكومي حتى الحكومه ليس لديها سلطه على القوات المقاتله في الساحل الغربي حقيقه. نعم. كان يفترض دعني اكمل من باب السياسه، كان يفترض ان الحكومه الشرعيه تقول ان هذه القوات التابعه التي في الحديده ليست تابعه لها وانما هي مقاومه شعبيه او جهد شعبي فبالتالي لا تملك السيطره عليها، فكان بامكان القياده القوات تستمر في المعركه، لكن للاسف خسرنا الاعلام، خسرنا السياسه، خسرنا المعركه العسكريه. نعم. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد عبد العزيز، وارحب بضيفنا من الرياض ايضا المحلل السياسي السيد عادل الأحمدي. سيد عادل مساء الخير. مساء النور، حياك وضيافة أنت وضيافة جميع المشاهدين. أهلا بك سيد عادل. يعني بالتزامن مع اجتماع الحديدة في الذي أجري في عرض البحر ب يعني رعاية أممية، وأيضا هناك زيارة للمبعوث الأممي أو زيارتين عفوا، الأولى كانت للرئيس هادي وأخرى لصنعاء للقاء قيادات ميليشيا الحوثي. يعني هنا نتساءل ما أهمية تحركات جريفيث وماذا بإمكانه أن يقدم أكثر مما قدم خلال السنوات الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أعتقد أن الوضع في الحديدة أو ما يسمى مشاورة السلام التي انحصرت تركت الوطن كله وتركت جميع محاور الحديث وانحصرت في الحديدة. نعم. أعتقد أن هذا الوضع تجمد عند اللقاء فوق السفينة، يعني إلى الآن 7 أشهر منذ اتفاق استوكهولم في ديسمبر الماضي إلى الآن ولا يزالون لا يجدون موطئ قدم آمن داخل المدينة، ولا يزالون يجتمعون على سفينة استأجروها بمبالغ باهظة. هذا يعني يثبت لك إلى أي مدى أن هذه المفاوضات لا زالت تراوح مكانها، ومثل ما ذكر الأستاذ عبد العزيز أنها تعود دائما إلى نقطة الصفر ونقطة البداية ويسموها بعد ذلك أنه الآن يحاولوا أن يمرحلوا الاتفاق على مرحلتين وحول نفس النقاط الأولى وتثبيت وقف إطلاق النار، بينما لا يزال يعني هناك يعني لا, لا, لا يوجد أي التزام من قبل الحوثيين بهذا الاتفاق ولا باتفاقية الانتشار. ما يفعلوا الآن جريفيث من جولة مثلا في إلى الرياض ثم إلى صنعاء. نعم. جريفيث بعد هذه يعني جريفيث في بهذه الجولة لا اعتقد ان الغرض الرئيسي احراز تقدم في عمل السلام، لانه لا ارى ان المبعوث الاممي حريص على سلام حقيقي داخل البلاد، لانه لو كان حريص على مثل هذا السلام لكان لا يحاول ان يغالط نفسه ويغالط المجتمع الدولي ويغالط الاسره الامميه ويغالط الحكومه الشرعيه بان هناك شيء او تقدم على الارض مثل ما فعل في احاطته سيئة الذكر التي أدت إلى مشكلة بينه وبين الحكومة الشرعية. ما حدث. نعم. بعد ذلك أن جريفيث الآن استطاع واستخدم عدة أساليب منها حتى أن يلجأ إلى الأمين العام المتحدة الذي صرح أنه يثق به، صرح بهذا التصريح لكي يلتف على الأزمة التي نشأت بينه وبين الشرعية جراء إحاطته سيئة الذكر الأولى داخل مجلس الأمن. الآن جولته هذه يريد أن يقول أن مشكلته مع الشرعية انتهت وانه اصبح مقبولا من جديد، اما الاتفاق والتقدم في الاتفاق فلا يوجد اي اتفاق الى الان، واعتقد انهم لن يصلوا الى طريق. كل ما في الامر ان المماطله في هذه الجبهه التي كانت عسكريا لصالح المشروع الوطني. نعم. ولصالح القوات الشرعيه والتحالف اصبحت الان كل ما تاخر يعني الحسم في تلك المعركه لا يكون الا لصالح الحوثيين بالتاكيد، وهذا ما حذرنا منه ونحذر منه، وبتواطؤ المبعوث الاممي في هذا الجانب بمعاذير واهيه جدا. مثلا المعاناه الانسانيه تستمر كل ما استمر تواجد الحوثيين على الارض، لكن هناك تعامي عن هذه الحقيقه والانتهاك التي تقوم كل يوم. مثلا لو تم قبل 7 أشهر حسم الوضع في الحديده عسكريا لا انتهت كل هذه الانتهاكات وانتهت كل المعاناه الانسانيه، لكن نعم. للاسف يعني هذا التواطؤ على فكره يعني، وهنا اعيب على الحكومه الشرعيه انها للاسف تستجيب بسهوله للضغوط التي تمارس بعد ذلك. يعني قامت بارسال رساله الى الامم المتحده تشكي من اداء جريفيث، كانت يفترض ان تطالب بتغييره، من حقها ان تطالب بتغييره، مثل ما عمل الحوثيين بطريقه او باخرى
لمحاولة تغيير إسماعيل ود الشاهد أحمد. المبعوث السابق كان عليهم أيضا أن يضغطوا باتجاه تغييره وليس فقط أن يشتكي منه، وبالتالي عاد لهم نفس الوجه الذي يبدو أنه داخل ضمن أجندة غامضة لا تخدم الشعب اليمني. نعم، أيضا حتى الأمم المتحدة ردت بإصرار في تلك الفترة على بقاء هذا المبعوث ولم تعر رسالة الحكومة ذلك الاهتمام. ولكن دعنا نتحدث عن الاتفاق هنا. ضيفنا الخبير العسكري السيد عبد العزيز الهداشي أشار بأنه فيما يتعلق بالمرحلة الأولى هو يقول بأنه أيضا ما تم التوافق عليه اليوم لم يترك صورة واضحة بتنفيذ المرحلة الأولى، فما بالك بالمرحلة الثانية فيما يتعلق بالقوات الأمنية. بمعنى سيخرج كلا الطرفين اليوم، كل من يفسر الاتفاق على طريقته كما حدث في السابق، أيعقل ذلك؟ وهذا الذي حدث. يعني عندما تعود إلى الخبرين المنشورين في وكالة السباء التابعة للدولة ووكالة السباء المسيطر عليها من قبل الحوثيين، ستجد أن هناك مفردات مختلفة وتفاسير مختلفة. يعني الاختلاف على التفسيرات يعني ناشئ من أصل الاتفاق في ستوكهولم الذي جعل الأمر مفتوحا على مصراعيه. يعني هذا يعني أننا ما زلنا في المربع الأول سيد عادل، وسيظلون في المربع الأول للأسف. كل ما حدث من اتفاق السويد أنه أخر تحرير مدينة الحديدة، وهذه كانت معركة مفصلية بإمكانها أن تخفف معاناة اليمنيين وأن تكون خطوة حقيقية باتجاه السلام في اليمن وإعادة السلام في اليمن، لكن الذي أسهموا فيه أنهم قطعوا معاناة اليمنيين. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي سيد عادل، وأعود لضيفي المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز، يعني البعض يرى أنه يعني بلغات الخطاب الهادئة التي جاءت من كلا الطرفين وبالتحديد ميليشيا الحوثي اليوم تشيد بما تم الاتفاق عليه، يعني البعض ذهب بتفسير الأمر أن اليمنيين اليوم يعني باتوا يعني مدركين لمسألة أن الحل يجب أن يتم وأن يكون يمنيا بالدرجة الأولى، كون أن الحكومة اليوم أو الشرعية لم تعد بذلك القدر تراهن على التحالف وأنها يعني اكتوت كثير بناره، وبالتالي الحوثي أيضا كان قد رحب بفترات سابقة بأي حل أو اتفاق بعيدا عن التحالف العربي. هل تعتقد أن سيناريو كهذا وارد؟ لا ليس وارد. يعني قد يكون هناك حل سياسي، طبعا قد يكون هناك حل سياسي. الحل السياسي على اليمن الحوثي لا يقبل بأي حل يعني بتشكيل مجلس سياسي بمرحلة انتقالية وكذا، لكن حقيقة هو سوف يظل مسيطر على المحافظات الشمالية، ومن ثم يبدأ يغادر المجلس الانتقالي الجنوبي أو يغادر التجمع اليمني الإصلاح على مأرب أو على تعز أو على المحافظات الجنوبية. نعم. ويحاول ثم يحاول أن يغزو هذه المناطق مرة أخرى تحت أي ذريعة، ولن وهنا إذا كانت إذا رفع التحالف العربي يده عن اليمن، الحوثي سوف يعود يعني إلى المهرة وسوف يعود إلى شواطئ عدن وسوف يستولي على مأرب وسوف يستولي على تعز. أنا لا أقول هذا تضبيطا، ولكن بعد 4 سنوات أو 5 سنوات الحوثي يزداد قوة والشرعية تزداد ضعفا. بمعنى بات كل شيء متوقع من خلال قياس الأمر على ما يعني شهدناه في ال5 سنوات الماضية. الأمر المتوقع أن الحوثي يزداد قوة والشرعية تزداد ضعف، يعني والشرعية أصبحت يعني لا وجود لها. حتى لو تذكر مسألة الساحل الغربي وإيقاف المعارك في الساحل الغربي، لما الشرعية هي لم توقفها، تم إعلان إيقاف المعارك عبر وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش. يعني الشرعية ليس لها أي نفوذ، يعني إجابة الساحل الغربي خصوصا وليس لها أي نفوذ في المحافظات الجنوبية، وهي موجودة بهشاشة في مأرب والجوف وبعض مناطق تعز. الشرعية يعني في طريقها إلى التلاشي. سوف يكون هناك حل في نهاية المطاف يجمل الشرعية ويعطي لها صورة بس بشكل مؤقت. وأذكر هنا باتفاق حرب الذي كان بين الملكيين والجمهوريين، عندما تم الاتفاق على عودة الملكيين، لكن المسيطرين على صنعاء هم من سيطروا على الوضع. أقول لك إذا الحل السلمي سوف يؤدي إلى أن الحوثي يسيطر على اليمن كاملا ولو تدريجيا، والحل العسكري الآن الحزم العسكري الآن أنت يعني قضية الحزم العسكري من طرف الشرعية، لا
أحدثك الآن وهناك هجوم صاروخي على مأرب وقال أنه في الصالة الرياضية وهناك شهداء وجرحى. أحدثك الآن وهناك الميسرة في جبهة صرواء على وشك السقوط. أحدثك الآن والضالة تدافع عن نفسها بالكاد وبدعم وسنات عربي بعد 4 أو 5 سنوات من تحريرها. أحدثك الآن بعد سقوط جبهة ذي ناعم والحوثي يشن هجوم على الزائر. الحوثي الآن يعود بقوة وهناك الآن لديه 256 ألف مجند في المعسكرات الصيفية. هؤلاء هم عبارة عن قنبلة موجودة سوف يدفع على الأقل 65 ألف منهم خلال الشهور القادمة إلى الجبهات، بينما الشرعية محل أكسر. إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي على هذا الإيضاح. وأعود لضيف المحلل السياسي السيد عادل الأحمدي. سيد عادل، لو تحدثنا عن الضمانات، يعني ما هي الضمانات التي اتخذتها الشرعية أو أخذتها من المبعوث الأممي للعودة إلى طاولة الحوار واستئناف اتفاق ستوكهولم بهذه السهولة؟ كنا قد تحدثنا قبل قليل أو أنت أيضا تحدثت بنوع من الاستغراب بأنه في الأول شكوى وبعدها مباشرة تستقبل المبعوث الأممي بمجرد تصريح واحد فقط لأمين عام الأمم المتحدة. إذن هل تعتقد أن هناك ضمانات أو أن الشرعية ما زالت أو يعني مستمرة في عملها المتراخي فيما يتعلق بالمسار السياسي؟ لا أعتقد أن يوجد أي ضمانات، بقدر ما هي طمأنات ووعود من نوع أنه اتركوا للمبعوث الدولي فرصة لكي يمضي قدما أو يحقق تقدما في مسألة المفاوضات على فيما يتعلق بملف الحديدة. لا أعتقد أن هناك أي ضمانات، ويعني لم يقدم المجتمع الدولي مثلا أو الأسرة الدولية ضمانات، يعني لا ليس هناك أي دليل على وجود مثل هذه الضمانات. كذلك أن الحوثيين بطبيعة الحال كجماعة غير متزنة بالقانون الدولي هم أيضا في حل من أي تتصور أن هذه آخر مناورة للأمم المتحدة فيما يتعلق بملف الحديدة؟ نعم. إذن وضحت الصورة. المحلل السياسي عادل الأحمدي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك ونكتفي بهذا القدر. أشكر ضيوفي وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل أمين باروفيد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله.